كشف المكتب المركزي للإحصاء في حكومة النظام عن انخفاض ملحوظ في نسبة الولادات في عموم المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة، وأشار إلى أن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية تأتي في مقدمة أسباب ذلك الانخفاض. نتابع هذا العرض ونعود للنقاش. ينضم لنا دكتور عبد الله حماده، نائب رئيس مركز الدراسات والابحاث في جامعه حلب في المناطق المحرره من مرسين. اهلا بك دكتور عبد الله. مركز الاحصاء في حكومه النظام قال ان انخفاض عدد الولادات يعود الى تردي الوضع المعيشي، ما رايك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم لكم وللمشاهدين. طبعا تردي تسجيل الولادات في مناطق النظام سابقا في سوريا، دائما هناك فروقات ما بين تسجيل الولادات وما بين سجلة الأحوال المدنية ونتائج التعدادات، ففي كان عدم وعي بالتسجيل. أعتقد يعني سبب هو نقص هذا المعدل هو عدم تسجيل الكثير من الولادات، خاصة في تقطع الطرقات وصعوبة الانتقال ما بين مناطق النظام وأماكن تسجيل. لذلك بالإضافة إلى الوعي الصحي أيضا، فهناك الكثير من حالات الولادات ممكن تكون أصابتها حالات إجهاض كثيرة قبل. لذلك سبب الانخفاض هو عدم التسجيل أولا، ومن ثم تردي الوضع الصحي، وممكن أيضا يكون تردي المعيشي. من الأسباب أيضا هجرة الشبان، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ طبعا عدم هجرة الشبان يعني عدم وجود حالات زواج جديدة، فأكيد هناك عدم وجود ولادات أيضا. في هذا السياق يعني تقرير سابق في موقع أثر بريس الموالي أشار إلى أن هناك الكثير من الشبان لا ينوون الزواج بسبب الكلفة المالية، إلى أي مدى يؤثر ذلك فيما يتعلق بعمليات يعني بانخفاض عدد الولادات؟ طبعا هو يعني اثر على ارتفاع سن الزواج. كان سن الزواج سابقا يعني بين ما بحصول ما بين ال 18 وال 20 21، الان صار بال 35، فهناك فجوه كبيره في الشباب الذين لم يتزوجوا، فهذا طبعا سيؤثر على عدم وجود ولادات جديده كثيره. هل ثقافه الانجاب تغيرت في مناطق سيطره النظام دكتور؟ ثقافة الإنجاب هي تكلفة، يعني بالنسبة لهم لمفهومهم زيادة أشخاص يحتاجوا إلى رعاية صحية، يحتاجوا إلى دخل، يحتاجوا إلى إنفاق، والوضع المعيشي والوضع الصحي المتردي يعني سيغير أو يؤخر حالات الإنجاب، يعني بمعنى أنه قد يكتفوا بعدد أقل من الولادات أو يباعدوا ما بين الولادات، وهذا يؤدي على انخفاض معدلات الولادات. في سياق الحديث يعني
ما هي أبرز النقاط التي يمكن الحديث عنها فيما يتعلق بمسألة الإنجاب وعدد حالات الولادة؟ أول خطوة هي عدم الوعي وضرورة تسجيل الولادات. الخطوة الثانية عدم التسجيل لحالات بعد المناطق التسجيل وأماكن السكن والتقطعات الأمنية، بالإضافة لعدم الرعاية الصحية التي قد تؤدي إلى حالات إجهاض كثيرة قبل الولادات. ورابعا هو عزوف بعض الشباب عن الزواج اللي من أجل التكلفة والمباعدة وارتفاع سن الزواج من 18 20 إلى 30 35، فهذا يؤدي إلى تخفيض أعداد الولادات. لكن عندما نتحدث دكتور عبد الله فيما يتعلق بأعداد يعني الولادات غير المسجلة، إلى أي مدى هذه تمثل ظاهرة؟ سابقا موجود في سوريا، سابقا قد كنا في المكتب المركزي للإحصاء، كانت هناك الكثير من حالات الولادات غير المسجلة، وقد تحصل حالة الولادة وتتم حالة الوفاة قبل التسجيل. فكثير من حالات الولادات تتم بعد شهر شهرين ثلاثة تحدث حالات الوفيات. فكان في عدم توعي وعدم يعني ما في دوافع قوية لأنه يتم تسجيل الولادات. يعني هل يمكن الحديث على أن الإحصائية وفقا لذلك، لأن أيضا هناك من قد يكون خارج البلاد ولا يسجل المواليد، فهل يمكن اعتبار أن الإحصائية غير صحيحة غير دقيقة؟ كيف يمكن توصيفها؟ لا، إذا اعتمدنا أنه هو يعني مكتب مركز الإحصاء إذا بيحكي عن سوريا كلها أكيد غير دقيقة، لأن في مناطق كثيرة جدا خارج سيطرة النظام، فهي المناطق كلها بتم فيها حالات ولادة كثيرة ولا يتم تسجيلها لدى مكاتب الموجودة في مناطق النظام. إذا كان هذا الموضوع فأكيد جدا جدا في انخفاض في تسجيل معدلات الولادات في مناطق النظام. أما إذا كنا عم نحكي فقط على مناطق النظام فبنحسن نقول أنه انخفاض عدد الولادات يعود لأسباب، من عدم التسجيل، من الرعاية الصحية، من ارتفاع سن الزواج، من الحاجات يعني الفقر والدخل وإلى آخره من أمور اقتصادية. أنت أشرت إلى مسألة الرعاية الصحية وحالات الإجهاض، هل وضحت أكثر كيف تؤثر على مسألة أعداد المواليد؟ إذا كان في عندنا نحن رعاية قبل الولادة للأم ورعاية أثناء الولادة ورعاية ما بعد الولادة للمحافظة على الأم والجنين. فإذا كان ما في عندنا رعاية للأم قبل الولادة فممكن تحدث كثير من حالات الإجهاض، وإذا كان أيضا ما في رعاية عندنا أثناء الولادة فممكن أيضا أن يتوفى الجنين أثناء الولادة، وإذا كان في عندنا حالات عدم رعاية بعد الولادة فممكن الجنين قبل أن يتم تسجيله يمكن تتم حالات الوفيات. الآن هناك يعني الإحصائيات، لو أفهم منك بشكل أكبر، آخر إحصائية كانت في 2004، عام 2014 كانت هناك إحصائيات أم لا؟ والآن في 2024 ستكون هناك إحصائيات؟ هل هذا صحيح؟ يعني بال 2004 و 2014 كان في تقديرات للولادات، كان معدلات الخصوبه في المدن 3.1 خصوبه الكليه، وبالريف كانت 3.9، بالمتوسط كانت 3.4. فهذا كان في سوريا سابقا. حاليا يعني ما اعتقد في تعداد ولا في تسجيلات حديثه للولادات، انما هي عباره عن مسوحات. فلذلك ممكن يكون في فروقات ما بين التقدير بعام 2004 و14 عن الوقت الحالي بال 2022 2013. هذا سيكون مسح يعني نزول، عباره عن مسوحات، عباره عن عينات، يعني يتم اخذ عينات من مناطق السكان فيتم بناء عليها تقدير وتعميمها على المجتمع. تفضل بالبقاء معي دكتور عبد الله. العشرات من الاطفال يولدون يوميا في شمال غربي سوريا رغم الظروف المعيشية السيئة كسوء التغذية وانتشار الأمراض ونقص الرعاية الصحية ونقص الكوادر الطبية، التي هذه العوامل المجتمع التي تجعل من المخيمات مناخا ليس ملائما للحمل والإنجاب ليعيش به المواليد الجدد بحسب كثيرين. رغم حملات التوعية المستمرة من قبل المنظمات الإنسانية بضرورة تنظيم النسل وخطورة الحمل والإنجاب داخل المخيمات، إلا أن هناك كثيرا من الأهالي لا يولون لذلك الأولوية. نتابع التقرير. وسط بيئة هشة مليئة بالندوب والصعاب يعيش مليونان ومئة ألف نازح في الشمال السوري.
ريهام واحدة منهم، حيث تحاول التأقلم مع مرارة الحرب وممارسة حياتها بصورة شبه طبيعية تدفعها إلى الاستمرار بالحمل والإنجاب. عندي 4 بنات، 3 يعني إنه ولدتهم بالضيعة ووحدة ولدتها هوني. هلا نحن 4 بنات مع هاي المعيشة والظروف إنه صعبة، بس نحن بحكم إنه جوزي معاق وأهله ما عندهم غيره، يعني بلكي الله سبحانه وتعالى بتحنن علينا بعد ما صابي. أنا هلا حامل، بس يعني عبقوله لجوزي إنه هلا يعني إجانا صبي وما إجانا خلاص، يعني إنه 5 بهالوضع الحالي حاج، يعني يعني إذا ما تحسنت أحوالنا وتحسنت الأوضاع على القليل نقعد ببيت يعني، أو تصير لنا خيمة تانية. يعني خيمتنا إذا بالليل بدنا نمد ما كانت صلي ما ضللك يعني. على عكس ريهام التي تواجه صعوبات جمة في تأمين مستلزمات أطفالها، اتخذت نور قراراً مغايراً وهو الاكتفاء بصغيرها يوسف الذي يعاني من فقدان حاستي السمع والنطق. 4 سنين باركين هوني، وعندي 3 أولاد، بنات 2 توفوا، وعندي هالصبي عمره 4 سنين الصبي، وما يعني ما عم نقدر نجيب غيره. المعيشة صارت صعبة، والولد بده دواء وبده عملية، عمليته بتكلف كتير، يعني دواء كتير غالي، ما عم نقدر إنه نجيب له إياه. لهيك هلأ موقفين حالة نحبله نجيب أولاد. بده عملية حلزون، ويعني وسنتين إنه العملية غالي كتير، وجوزي بيشتغل بالورشات يعني بالساعة 8 ليرات، إيش قد بدنا لحتى نقدر يعني نقدم له هاي العملية. يعتبر الوعي الصحي في تنظيم النسل قليلاً وغير مقبولاً في بلادنا العربية، حيث ما زالت معدلات المواليد في تزايد مستمر وفقاً لحالات الولادات التي تستقبلها مشافي مدن وبلدات شمال غربي سوريا. نحن عندنا بالمشفى بنستقبل وسطياً حوالي 25 ولادة بين قيصرية وطبيعي. طبعاً بيجينا كتير حالات عديدات الولادة، يعني مثلاً من 5 أولاد وفوق بيأثر كتير على يعني على الأم، من ناحية مثلاً ممكن يعمل لها كتير مشاكل، ارتفاع ضغط، سكري حملة، ممكن يعمل مخاض باكر. نصائح الأسر تنظيم، يعني تنظيم النسل، يعني مثلاً أنا حاول يعني يكون في فرق بين ولد وولد على الأقل 3 سنين، ونعطي الولد حقه سواء بالإرضاع سواء بالتربية. يستجيب بعضهم ويرفض كثيرون فكرة تنظيم النسل، رغم حملات التوعية المستمرة من قبل المنظمات الإنسانية بخطورة الحمل والإنجاب في بيئة غير صحية كالمخيمات. ينقسم الشارع السوري بين مؤيد ومعارض لمسألة الإنجاب في ظل الحرب التي تعيشها المنطقة، فمع حالة عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والتعليمية، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة التوقف عن الإنجاب. سيلا الوافي لتلفزيون سوريا، إدلب. ينضم لنا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. إبراهيم، بحسب التقرير هناك تباين بين من يرغب بإنجاب عدد أكبر من الأطفال وبين من لا يرغب، حدثنا عن واقع الإنجاب في مناطق شمال غربي سوريا. نعم، مساء الخير. حقيقة ربما الحديث بالدرجة الأولى خلال الشق الأول من التقرير والذي يتحدث عن المخيمات، المخيمات في المنطقة حاليا باتت مدن بشكل كامل، لذلك فيما يتعلق بالإنجاب ضمن المخيمات أو حتى ربما الحديث عن تحديد النسل بشكل أساسي، هذا ليس ضمن ربما الوارد فيما يتعلق بالمجتمع بالعموم، سواء كان في المخيمات أو حتى في المدن، لا سيما وأنه كما ذكرت المخيمات حاليا باتت مدن بشكل أساسي. في بعض المخيمات هناك أكثر من 100,000 إنسان يعيشون ضمن هذا التجمع السكاني، وإن كانت حقيقة البيئة الموجود ضمنها هذه الخيام غير حقيقة مناسبة للأعداد الكبيرة من الأطفال التي تولد يوميا في مناطق شمالي غربي سوريا. قبل قليل كنت أتحدث مع منسق استجابة سوريا، قالوا بأنه عدد الوفيات أو عدد الولادات التي تولد يوميا في المنطقة حسب الأرقام التي يحصونها بشكل مستمر تتراوح بين 500 و700 مولود، يعني اليوم نتحدث عن حوالي 200,000 إنسان يولدون في المنطقة، 220,000 إنسان يولدون في المنطقة حسب كل عام تقريبا، هذا الرقم يختلف بالواقع الموجود في المنطقة خلال كل عام في المنطقة. هذه المنطقة الضيقة جدا التي لا تستوعب حقيقة الخدمات الموجودة فيها هذا العدد الكبير من يولدون. كم يبقى منهم؟
حقيقة هنا النقطة الأساسية التي كنت أتحدث عنها، وبالبداية كنا نتحدث عن تحديد النسل، سوف أتطرق إلى موضوع تنظيم النسل. بعض المنظمات عملت خلال الفترات الماضية على أساليب توعية في المنطقة في مناطق شمالي غربي سوريا للحديث عن تنظيم النسل بشكل أساسي، تنظيم غير التحديد. هنا المجتمع حقيقة لا يؤمن بشكل كبير في موضوع تحديد النسل، والموضوع يعود لبعض القضايا الدينية وأيضا حتى بعض الأعراف المنتشرة في المنطقة، لكن موضوع تنظيم النسل بشكل أساسي أن يكون الموضوع متوافق بشكل أساسي مع البنية التحتية الموجودة في المنطقة، وأيضا مع حال الأمهات، مع الواقع الصحي الموجود. اليوم نتحدث عن عجز في الخدمة الطبية على مستوى الأطفال، على مستوى مشافي الأطفال بشكل أساسي بنسبة 50%، وبالتالي حقيقة هناك قسم كبير من الأطفال يتعرضون لأمراض خلال الفترات الأولى من الولادة، لا يكون هناك قسم كبير من المشافي قادر أو لا يكون هناك قسم من المشافي قادر على استيعاب الأطفال خلال الموجة الماضية التي جرت على مستوى الأطفال الخدج والحاجة إلى المنافس، وكان هناك نسبة عجز كبيرة في المنافس. كنت أداخل بذات البرنامج حول الموضوع، كنا نتحدث عن في مدينة عزاز وحدها ربما عن نسبة عجز في المنافس كانت تتعدى 50%، وعدم قدرة المشافي على الاستيعاب، وبالتالي حقيقة هناك مشكلة كبيرة تواجه أعداد الأطفال القادمين بشكل يومي ومستمر مع قدرة هذه المنطقة التي باتت حقيقة البنية التحتية فيها والخدمات. ابقى معي إبراهيم، ابقى معنا. أعود إلى الدكتور عبد الله. دكتور، الأطباء يطلبون من الأهالي تحديد النسل أو تنظيم النسل، لكن الكثير من الأهالي لا يقولون ذلك أهمية، أقصد مسألة التحديد أو التنظيم. ما أبرز يعني ما ترصد بهذا الخصوص؟ بشكل عام بسوريا سابقا كان عندنا معدل يعني الزيادة الطبيعية اللي ناتج عن عدد المواليد كان بال 39 40 بالألف، الآن هو بال 45 بالألف. طبعا في زيادة بالمناطق المحررة، طبعا عم بحكي يعني في زيادة واضحة في معدلات الزيادة الطبيعية الناتج عن زيادة عدد المواليد. بشكل عام في خلفية معينة أنه من ناحية الشريعة الإسلامية، نحن طبعا كل مجتمعنا يقول لسنا مع تحديد النسل، ممكن يكون مع تنظيمه أو مع إيجاد توعي لتحسين حالات الأم والجنين وبعد الولادة أيضا من خلال الرعاية الصحية، أنه نحسن حالات الولادة بحيث يبقى العدد الأكبر من المواليد أحياء، يعني ما يتعرضوا لحالات وفاة. بشكل عام سوريا والمناطق المحررة تعرضت للكثير من القصف، فتوفي أعداد كبيرة جدا جدا من المواليد من الأطفال، فصارت عندنا ردات فعل عند الأمهات وعند الآباء بحيث أنه يقوم بعملية تعويض لأولادهم، لذلك زادت حالات الولادة عندنا، فمعدل الزيادة الطبيعية عندنا وصل 45 في الألف في المناطق المحررة، لكن هذا لا يمنع نهائيا نهائيا أنه تقوم حملات توعية للأمهات والآباء بحيث نقوم بعملية تنظيم لحالات الحمل وحالات الولادة. دكتور، فيما يتعلق فقط يعني 39 ارتفعت إلى 45 بالألف، ماذا عن المعدل العالمي؟ يعني أين هي بالنسبة للمعدل العالمي؟ معدلات سوريا مرتفعة جدا، معروفة معدلات سوريا من معدلات الفتية، فمعدلات سوريا مرتفعة جدا فيها الفتوة، هي وصلت أكثر يعني مجتمع فتي تجاوزت 40% نسبة الأطفال تحت 15. نعم دكتور، معدلات مرتفعة جدا. أعود إلى مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، ما هي الأسباب التي تدفع الكثير من العائلات لإنجاب عدد أكبر من الأطفال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة؟ حقيقة لو تحدثنا عن مناطق شمالي غربي سوريا، وقبل قليل كنت كما ذكرت أحاول الحصول على بعض الأرقام، هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالأرقام، لكن الواقع ربما فيما يتعلق بعدد الولادات التي ترد إلى المشافي ومحاولة مطابقة هذه الأرقام بالمجمل تشير إلى ارتفاع فعلا في نسبة الولادات في المنطقة. هذه المنطقة في الحقيقة يتجمع فيها عدد كبير من السكان، يتواجد في منطقة شمال غربي سوريا حوالي 5 تقريبا مليون إنسان، وبالتالي حقيقة الأعداد الكبيرة من السكان الموجودين في المنطقة الذين ينتشرون في هذه البقعة الضيقة من الطبيعي جدا أن يكون أعداد الولادات ربما بهذا الشكل. هناك قسم كبير من السكان الموجودين نازحون، بعضهم خرج من مناطق خطيرة، بعضهم فقد بعض الأفراد من الأسرة، يحاولون كما ذكر الضيف الكريم هنا تعويض من فقدوا. وأيضا هناك جزئية مهمة تتعلق حقيقة بتكون مجتمعات
جديدة. هذه المجتمعات كما ذكرت اليوم نتحدث عن بيئة المخيمات الموجودة باتت مدن بشكل كامل، وبالتالي هذه المشكلة لا تتعلق فقط بطبيعة الولادات وإنما تتعلق بالمنطقة بشكل أساسي، عدم قدرة القطاع الموجود قطاع الخدمات أو البنية التحتية الموجودة في المنطقة على استيعاب هذه الزيادة من الأفراد أو الأطفال الذين يولدون بشكل يومي، سواء كان متعلق بالقطاع الصحي أو حتى القطاع المعيشي، وعدم قدرة الأهالي على ربما التعامل مع الأطفال مع قدرة تلبية محتياجات الأطفال الذين يولدون في المنطقة بشكل مستمر. لذلك كانت حملات حقا المنظمات خلال الفترات الماضية التي بدأت تلامس بعض الشيء وحاولت الابتعاد عن موضوع تحديد النسل إلى كلمة تنظيم النسل، ومحاولت بشكل مستمر أن حث الأهالي على التنظيم بشكل صحي بالدرجة الأولى، وهذا حقا باتت تطلع به قسم كبير من مشافي الأطفال في المنطقة والنسائية بالدرجة الأولى، ومحاولة توعية النساء إلى بعض النقاط التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين وعلى صحة الأم بشكل نعم أساسي. كما ذكرت الرقم الذي حصلت عليه فقط يتعلق أو نسبة معينة تتحدث عن عام الماضي، كان تحدث عن 500 تقريبا مولود يوميا يولد في المنطقة، وهذه حقا المشكله نعم الاساسيه التي تتعلق في معالجه. دعني انتقل الى دكتور عبد الله. دكتور على الشرح بشكل اكبر، يعني الان فيما يتعلق بمساله تحديد وتنظيم النسل، يعني هناك من يشير الى ان اليوم الطفل يحتاج الى عنايه اكثر في ظل هذه الظروف، لكن بالمقابل هناك ارتفاع بالولادات رغم هذه الظروف المعيشيه الصعبه. يعني ما تعليقك بهذا الخصوص؟ لو بشكل عام، يعني إذا كان المساعدات اللي عم تتلقاها الأسر الموجودة في المخيمات خاصة وفي المناطق هون بشكل عام هي مرتبطة بعدد أفراد الأسرة، فقد يكون دافع لدى الأسرة زيادة عدد أفرادها، وقل وإن كان الأمر يعني بسيط جدا. لكن مناطقنا هون بالذات مناطق زراعية، والمناطق الزراعية معروفة هي ذات معدلات خصوبة مرتفعة سابقا وحاليا. المناطق الزراعية ذات ثقافة معينة يكون عدد المواليد فيها مرتفع، وتعتبر عدد المواليد هي قوة اقتصادية ومكانية واجتماعية لدى الأسرة، لذلك ممكن تكون أيضا دافع لزيادة عدد الولادات. بالإضافة قلت أنه الحرمان بعض الأهل وخاصة الأزواج اللي توفوا أبنائهم في عندهم دافع بأنه يزيدوا عدد المواليد. شكرا دكتور عبد الله حماد، نائب رئيس مركز الدراسات والأبحاث في جامعة حلب في المناطق المحررة، كنت معنا من مرسين. وكذا شكر لي مراسلنا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. ريف دير الزور الشرقي مهمل من قبل قسد، وشيوخ العشائر يصدرون بيانا في ملفنا الثاني.